ده الجهاز الفني اللي كان النهارده بيقود فريق النادي الاهلي مواليد 2005. المباراه انتهت 2-0، احرز الهدفين محمد احمد شيبه، ده سجل الهدف الاول، وفي الشوط الثاني لما نزل محمد رافت سجل الهدف الثاني في الدقيقه 82. محمد رافت ده، استنوا شويه كده، مش شويه كتير، شويه قريبه جدا وقريبه جدا، الاسم ده هيكون لعيب ليه شأن كبير جدا، ولكن بشرط يحافظ على نفسه كويس جدا، يركز، يسمع كلام المدربين، لما يطلع تدريبات الفريق الاول ويتم استدعاء لقطاع ناشئين يكون راضي جدا عن مشاركته مع زملائه في قطاع الناشئين. التفاصيل دي بتخلق لعيب نجم، هو عنده مقومات اللعيب اللي ممكن يبقى ليه مستقبل كويس جدا. محمد رافض ده لعيب كويس جدا، لعيب واعد جدا، النهارده لعب في الشوط الثاني واحرز هدف في الدقيقه 82. ده كان كلام مهم جدا على مباراه الاهلي والزمالك، وبالتاكيد النهارده بقى الاحتفالات والتركيز على المباراه والنتيجه واهميه هذا الانتصار هتسمعوا كل التفاصيل مع الكابتن اسامه حسني في برنامج الاشبال، برنامج بيقدم يعني وجبه كرويه دسمه في مراحل سنيه مهمه جدا على فكره من تاريخ وعمر الكره المصريه في المستقبل القريب. فالنهارده يمكن انا بس اديت كده بريف بسيط، لكن في تفاصيل وكواليس هتسمعوها وحكايات مع الكابتن اسامه حسني.